ساعة تصنيف هذايا وماذا يعني هذا التصنيف؟ ما شاء الله مشرفين وقبل ما نخلوا فيه برشا معناها ومن الضيوف القارين فيه معناها من ضفتها يعني ماخذين راحتنا معناتها غادي. اي لكن جديد ممكن التصليت الضوء المرة هذه المساحة الشاسعة جدا معناها اللي بدات تغطيها بوادر جفاف مستمر معناها تقريبا ولينا نحكيه على السنة الخامسة على التوالي ممكن تكون جفاف وإن شاء الله نقولوا ليه هذه معناها مجرد تحليلات المعطيات علمية معناها مازال الخير بيت ربي إن شاء الله إن شاء الله يا رب ونأملوا على الأقل شهر فيفري ومارس وأفريل على الأقل تكون فما تساقطات تساقطات محترمة على الأقل تتجاوز المستويات اللي تخلينا معناها في نقولوا حابسين الأنفاس حاليا معناها هو تقريبا مش نحن برك حتى الاتحاد الأوروبي خلينا نعطيك بعض الأرقام معناها 15.7% من مساحة الاتحاد الأوروبي تعتبر في حالة جفاف هذه أول مرة تصير؟ ما صارتش قبل معناها بالرقم بالضخامة هذه ما صارتش وما زال في وقت المفروض الأرقام هذه معناها تكون معناها الخريطة معناها الألوان الحمراء والداكنة والبرتقالية اللي هي تمثل معناها النسب اللي تكون حرجة نوعا ما ما تكونش إلا في بعض المناطق صغيرة معناها المحصورة نوعا ما حتى في شمال أفريقيا معناها لكن الصور اللي وقع نشرها تقريبا أشارت من درجة الحرارة في إسبانيا تجاوزت 31 درجة في جانفي نحكي 31 درجة في جانفي في ألماريا في إسبانيا معناها و 0.7 معناها منصنفة جفاف حاد معناها حتى توا في الاتحاد الأوروبي وممكن معناها هذا التداعيات المخيفة معناها نحن نحكي عليها معناها شنو التأثيرات نتاعها وكيفاش ممكن تمس من الفلاحة ومن الاستقرار المائي نذكروا عملنا نستحضروا معناها اللي تقريب في أول شهر رمضان وقع الإعلان معناها على سياسة التقشف المائي اللي عملتها تونس وللأسف مستوى السدود توحد راي صبت ممكن نحن نراو اللي هي صبت شوية أما بالأرقام معناها اللي باش نفهم الوضعية لاباس ولا ماشي لاباس نصبت المفيد صبت بالأرقام الأرقام مش عندنا نسبة تعبئة السدود وين بالضبط نحن في 33 هكا 33% ظهر لي اي معناها تقريبا هو رقم معناها ماهوش في المستويات العاديه مقارنه بالسنه الفارطه ممكن يكون حتى اقل السنه الفارطه اللي مصنفه جفاف ووضع مائي صعب ومازلنا ما وصلناش نفس الارقام معناها تقريبا لحد الان ديما نقولوا ان شاء الله ربي معناها يرحمنا برحمته ان شاء الله ان شاء الله ايوه والا راهو شكون تداعيات مخيفه جدا معناتها كل وضع ما نقولوش مخيفه لكن صعبه جدا ربي قدر الخير إن شاء الله ربي قدر الخير ربي قدر الخير وتداعيات هذايا على تونس على غرب الجزائر على المغرب وحتى على أوروبا كنتوا تسمعوا في سي حمدي حرشيد شكرا للمهندس الخبير في شأن المناخي سيد حمدي حرشيد شكرا ليك شكرا لكل فريق الأخبار مع سحر نايت كلها مع محمد صباح الخير.